اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده بساطه سهوله مرونه، بنهديها للاطفال الحلوين اللي بيتابعونا وكمان عشاق البيتزا. اسئله كتير بتيجي على السوشيال ميديا، البيتزا بتنشف مننا، البيتزا بتبقى طريه مش زي بتاعه بره، البيتزا لما اجي اسخنها بتبقى مجلده. تعالوا مع بعض نشوف ازاي اسرار عمل عجينه البيتزا ونعمل التوبنج بتاعنا النهارده. فراخ، هل نحط الفراخ مستويه ولا نيه على حشوه البيتزا؟ هنجاوب على السؤال ده عملي مع بعض ان شاء الله. معانا كمان مجانج النهارده هنعملها مقليه بدبس الرمان، هتعجبكم برضو والاولاد بيحبوا ياكلوها بره سندوتشات، احنا هنعملها النهارده بشكل جديد وبطعم تاني. معانا سلطه لطيفه جميله اولادنا بيحبوا ياكلوها بره في المطاعم اللي فاست فود، ولكن انا هعملها النهارده بشكل جديد وتضمني الفليفر بتاعها اللي هي الفاصوليا الحمراء داكنه اللون، قيمتها الغذائيه عاليه جدا والبروتين اللي موجود فيها بروتين مفيد جدا. مش عايز اطول حضراتكم لان في تفاصيل كتير في الحلقه بتاعتي، وفي بساطه، في سهوله، في مرونه بتكلفه قليله جدا، ولكن لازم نعمل اكل يرضى اولادنا الصغيرين والكبار قبل الصغار والصغار قبل الكبار. خلينا نطلع فاصل صغير، اطرحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا حضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض خط سير العمل ازاي. معانا صدور فراخ ومعانا البيتزا هنبدا بتاعتنا لان فيها شغل كتير للامانه. محتاجين نسوي الفراخ بطريقه معينه ونعمل عجينه البيتزا وبعدين نفرتها، وبعد ما نفرتها تصيرها تتخمر حدوته كده نحكيها مع بعض. مقادير البيتزا بالدجاج على الشاشه، والاطراف محشيه جبنه عشان حماده والاولاد بيحبوا ياكلوها الاطراف محشيه جبنه. معانا دي 3 كوب، معانا من الزبادي نص كوب، زيت ربع كوب، معلقه خميره فوريه، رشه سكر، رشه ملح عشان العجينه تتخمر معانا سريعا. التوبنج بتاعنا طبعا صوص طماطم مخلوط بتومه وبصله وزعتر، وهنعملها بالفراخ مع فلفل وبصل وطماطم حسب الرغبه، ولكن الزيتون معانا اساسي والجبنه الموزاريلا عنوان عجينه البيتزا. تعالوا نبدأ نشتغل فيها مع بعض كده واحدة واحدة. حلوة أوي. قبل كل حاجة أنا دايما بستغل كل دقيقة وكل ثانية في وقت البرنامج. دي مقادير عجينة البيتزا بكل تفاصيلها، الخميرة والدقيق والزيت والزبادي. عجلنا العجينة معانا بالشكل ده كده، ولكن قبل ما أعدي النقطة دي والمحطة دي عايز أنوه عن حاجة مهمة جدا يا اخوانا. عجينة البيتزا يا سادة، عجينة البيتزا بتختلف من بلد لبلد ومن مطعم لمطعم ومن بيت لبيت ومن ست طيبة لست طيبة. لو اتنين بنات اخوات توأم مولودين في ساعة واحدة حلو وهيعملوا عجينة البيتزا بتختلف، اللي حاطط مية زيادة، اللي عايزاها بالحليب، اللي عايزاها بالمية، اللي عايزة تدخل زبادي عشان تبقى العجينة طرية، اللي عايزة تعملها بزيت زيتون، واللي عايزة تعملها بزيت عادي حسب الرغبة. حلو الكلام، ولكن هي اساسياتها لازم يكون فيها ماده متخمره اللي هو الخميره. لازم في عجينه البيتزا لازم خميره، من غير الخميره هتبقى العجينه مكتومه ومجلده، ما تنفعش تبقى عجينه بيتزا. حلو الكلام. طيب انا عجنتها بتتخمر بالشكل ده كده، مقادير العجينه دي بالظبط كده، هم 3 كوبايات دي، خدوا نص كوب من الزبادي، ربع كوب من الزيت زيتون او زيت عادي مفيش مشكله، معلقه خميره وكمان معلقه سكر ورشه ملح. عجلنا العجينه بتاعتنا، احتاجت ميه حطينا ميه، احتاجت حليب حطينا حليب، الاضافه السائل حسب الرغبه. حلو الكلام. بس انا طبعا مش عايز يعني اعمل العجينه واقعد اضيع وقت فيها ونقعد نشغل العجاله، ده كله وقت بيروح على الفاضي بدون ما نستفيد حاجه. حلو الكلام. هنخلي المقادير كده ورا كاننا عجلنا العجينه مع بعض، ولكن دايما تعجن العجينه بايدك افضل حاجه عشان تقدري تحسيها وترعفيها اذا كانت عايزه سوائل ولا حاجه. قوام العجينه بالشكل ده كده اهو، ايه الحلاوه دي؟ شايفه العجينه طالعه في ايدي ازاي؟ فرحان بيها اهي اهي، تمسكيها تعمل معاكي كده اهي، مطاطيه اهي، اللهم صل على النبي اهي، بالشكل ده كده حلوه قوي. تمام، دي مرحله عديناها، النشابه وشويه الدقيق وهنفرد بهم العجينه. خلونا بقى نجهز الفراخ. بيتزا بالفراخ لها قواعد ولها اسس. الفراخ ما تتحطش نيه على وش العجينه او على وش التوبنج بتاع البيتزا، لازم الفراخ دي تستوي الاول،
في طريقتين للتسوية. الطريقة الأولى لو أنت عندك فراخ باقية من شوية ملوخية كنا عاملين فراخ ممكن نستخدمها، عندك فراخ مسلوقة مسبقا ممكن نستخدمها، عندك صدر فراخ زي اللي معايا ده كده تعالوا نشوفه نعمله مع بعض ازاي ونحضره ان احنا نحشيل البيتزا. معلقتين من زيت الزيتون، رشة زعتر جريئة، الله اهو، وناخد صدر الفرخة اللطيف ده كده نحضره. ازاي نحضره؟ بالشكل ده كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى يا غالي اهو، نحط عليه فص ثوم حلو بالشكل ده كده عشان يبقى فيه طعم، ما ينفعش احط فراخ كده وخلاص، يبقى فيها طعم تست عالي. رشة ملح حلوة، انا في زيت زيتون في زعتر، انا عايز زيت الزيتون بطعم الزعتر. واقول لك على تركيه حلوه دلوقتي هتدعي لي، انا كده بفرك الصدر الفرخه بشويه ملح وشويه ثوم، في ليفر زياده شويه بحط، دايما بحب البابريكا كده، وفلفل اسود حلو يا عم الشيف اهو، واخد الصدر المحترم ده كده اديله صدمة نارية بالشكل ده كده الله، واخد شوية الصوص دول كده او التوابل دي كده احطها كده اهو، لان انا هحتاج الزيت اللي انا بحمر فيه الفراخ دي. خلي بالك ده المطبخ كذا معايا بقى، عشان انا هنا ايه وصلنا لمرحلة الابداع، مش ان احنا بنعمل بيتزا وخلاص، هنا الشغل لطيف وجميل. بناخد البصلية الحلوة دي كده حلو قوي، ناخد الفراخ دي نقلبها كده، دي مهمة جدا على فكرة، فتح معانا نخليه كده اهو، اشوحه كده، ده مهم جدا لغاية لما ياخد طعم البصلاية، طعم التومة، طعم الزعتر، طعم البهارات بالشكل ده كده اهو، بدأ ياخد لون ويتغير معايا حلو. اخليه على النار كده. البهريز، ركزوا معايا في المعلومه دي كده، اللي هينزل من الصدر الفرخه ده بالتوابل بالبصله بالتومه هستخدمه في التوبنج بتاع البيتزا اللي هو صوص الطماطم اللي هو حاضر عندي وجاهز، خلي بالك ده مهم جدا اهو بالشكل ده كده اهو. بعد ما بيتحمر بالشكل ده وياخد صدمه ناريه بعمل ليه مغازي، باخد صدر الفرخة ده كده اهو، الله اكبر، زي ما هو كده اهو، زي ما هو كده اهو، وهدخله الفرن، هدخله الفرن بالشكل ده كده يستوي اهو، اكسب وقت عينيا واحدة واحدة عشان انا حابب اعملها بالفراخ النهاردة على اصولها. صدر الفرخة هنا هيستوي، مكان تحمير الفراخ ركزي معايا بقى، معايا صوص طماطم اه، باخد ده كده يا عم الشيف. هنا الطعم بقى، الطعم ده مش هتلاقيه غير في بيتك وبس اه، الله الله عليك وعلى والديك اه، الفهم كده شوية دول اه، هنا طعم البيتزا بطعم الفراخ. شفت الطعم جه منين تاني؟ اشرح اللي انا عملته ده، لاننا نفرد العجينه فردناها قبل كده، نحط عليها بصل وثوم حطينا قبل كده، نحط عليها شرايح طماطم حطينا قبل كده، نحط زيتون وجبنه حطينا قبل كده، انما اللي انا بعمله ده لاول مره، علشان التركايه بتوصلك لمرحله الابداع اللي احنا بنتكلم عنها، لان كله بيطبخ دلوقتي. مكان تحمير الفراخ وخدت الصدمه الناريه بالزعتر والتومه والبصله والفليفر، خدت الفراخ بعد ما اتحمرت وخدت لون وشكل، حطيتها في صينيه ودخلتها الفرن، خلاص هنساها لمده 10 دقايق. هاخد مكان التحمير ده كده صوص الطماطم اللي عندي، واخده الفه كده زي الفل، واخده تاني ارجعه كده اهو. اصبحت هنا البيتزا بطعم الفراخ بطعم التوابل اه. حد يعمل زيك كده؟ لا، لازم تتابع الشيف المغازي على القناه الاولى اه، زي الفل هو ده. هنعمل ايه بعد كده؟ نفرد العجينه بتاعتنا واحدة واحدة مع بعض اه، نخلي ده كده على جنب،
ونفرد العجينه بتاعتنا يا مغازل. مهم جدا بقى العجينه تاخد مرحله تخمير اولى. مرحله التخمير الاولى اللي احنا عملناها دلوقتي. عجناها مسبقا. ونفرد العجينه بتاعتنا بالنشابه. في صينيه ارتفاعها لا يتعدى ال 2 سم. انا مع لما تيجي تعملي عجينه البيتزا لازم الصينيه بتاعتك تكون تقيله وما تتعداش 2 سم او سنتي ونص. علشان شخصيه البيتزا تبان واطراف البيتزا تبان، ما ينفعش اجيب صينيه غامقه بتاعه البطاطس والفراخ اعمل فيها بيتزا. خلي بالك هتبقى كيكه. اعمل ايه؟ افرد العجينه الحلوه دي كده بالشكل ده كده واحده واحده. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. نفردها كده. عايزاها سميكه ولا رفيعه؟ ولادك بيحبوها ايه؟ اسال جوزي بتحب البيتزا ايه؟ الراجل يحس هنا. الله حلوه قوي. مخرجنا بيحبها رفيعه ومحشيه جبنه. طالما ان هي تحشيها جبنه يبقى العجينه طبيعي لازم تكون ايه؟ شويه سميكه. التركايه الثالثه. الاولى ان احنا مرحله التخمير بتاعه العجينه. التركايه الثانيه الصلصه اللي انا عملتها مكان تحمير الفراخ، دي العلامه بقى المميزه. الثالثه لما تفردي العجينه لازم تريحيها عشان تاخد الشكل الدائري بتاعها، لان هي كده هتخس. خلي بقى شفت تلاحظي ان هي اتلمت. اوعي تقطعي العجينه بعد الفرد مباشره، لازم ترفعها من على الرخامه كده او البلانشه وتريحيها بالشكل ده كده، هتلاقيها خست معاك. نجيب صينيه. اللهم صل على النبي. ونقطع على قد الصينيه الطبيعي. حط ورقه زبده في ارض فرضيه الصينيه كده ونيجي كده اهو بالشكل ده كده ونقطع واحده. طب ما انت قلت الاطراف محشيه جبنه يا شيف، هتحشيها ازاي؟ ما انت كده هتقلل من حجم العجينه. لا ركزي معايا، هو ده. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنقطع العجينه بزياده. بزياده قد ايه يا شيف؟ بزياده 2 سم اهو زي ما انا شغال كده اهو اهو. انا عايز اعمل عجينه خالص اهو، الاطراف محشيه جبنه اهو 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 اهو. ركزي معايا يا ست الكل. مهندس يا شيف والله، هندسه. شكل دائري. قول لي كده الدايره بتساوي ايه؟ نص القطر في ايه؟ كانوا يسالونا زمان. ادبي مش علمي؟ نص القطر في 2 يديك ايه؟ القطر بتاع الدايره، خلي بالك. يعني 2 ط. هناخد هناخد الصينيه دي كده، العجينه كبيره اهي زي الفل. نلمها كده ونلمها كده وناخدها بالشكل ده كده ونخش كده ونبدا نشتغل فيها اهو. الله عليك وعلى والديك. تمام. عايز اعمل الاطراف محشيه جبنه، اريح العجينه كده. خلي بالك شفت خطوات العمل. اول حاجه سويت الفراخ حطيتها في الفرن، وبعد كده يا عم الشيف صوص الطماطم عندي جاهز، واخد الاطراف الزياده دي خليها على جنب. العجين ده ما يترميش، تقدري تعمليه حاجات كتيره، تعمليه فطاير، تعمليه بيتزا تاني، تعملي ميني بيتزا وتحطها في الفريزر اهو. حلو. نجيب البيتزا، نجيب الموزاريلا بتاعتنا اللي هنحطها. المطاعم بتعمل ايه بقى؟ هو ده الكلام، بتحط جبنه وخلاص، ما عندوش وقت الراجل وعنده اوردرات والجو ده كده. انا عايزك بقى يبقى شغلك انت مختلف. ده الموزاريلا، هعمل ايه؟ هاخد عليها زعتر كده، ده زعتر بري عاجبني، طعمه حلو قوي على فكره، خاصه مع الجبن والبشاميل. الزعتر ده اهو، ما عندكيش ده حط زعتر يابس، بس ده موجود دلوقتي عند الراجل بتاع الخضار، ريحته حلوه قوي على فكره، عامل زي النعناع البلدي كده لما بعد ما تقطفيه اطراف ايدك بيبقى ريحتها زعتر لطيفه. خدت انا منه شويه واقلبهم مع الجبنه كده، ده طعم يعني اهو اللي انا عملته ده كده. وامسك الجبنه دي يا عم الشيف، في جبنه بعد الراجل بتاع السوبر ماركت بتلاقيها موجود عنده، بتلاقيها جبنه موزاريلا اصابع اللي بيعملوها مقليه، احنا الصبح ما لقيناهاش عند الراجل. نلغي المنيو بتاعنا يبقى مش الشيف المغازي خالص. خلي بالك انا بتكلم الصراحه.
فين يا حاج الجبنه؟ قال لي والله يا باشا انت عارف ان هي لسه ما جتش والعربيه بتيجي الساعه 12، فاحنا الجو ده طبعا ايه معانا مش هينفع. زي ما انا شغال كده. انا عايزك كده، عايزه تعملي البيتزا دي لاولادك. مش لازم اخلي جوزي يسيب الشغل وانزل بقى في الشارع وجو حر خالص. عينيا زي ما انا شغال كده. الزعتر مع الجبنه، لو لفيت مطاعم مصر كلها هتلاقيه حاطط لك جبنه وبس. انت حتى مع الجبنه دي زعتر بري. وحشيها كده وايه غذيها. شفت الجبنه في الاطراف. طب دي مش هتفك يا شيف منك؟ لا خالص. خلصنا كده. نيجي في طرف من الاطراف نعمل الحركه دي كده. معايا يا شباب؟ معايا حبايبي اخواتي. بس خلاص. وناخد الطرف ده كده. واحده واحده. حلو. شفت انا بعمل ايه؟ الم البيتزا، الم الجبنه وانزل بيها كده. واهم حاجه الحركه اللي انا عملتها ان انا قصيت العجينه بالشكل ده كده عشان تديني في الاكل في الاخر برضو شكل دائري. ما دي لسه هتتساب تتخمر، خلي بالك البيتزا دي مش بالسهل يعني. في المطاعم الكبيره بتبقى جاهزه على كارت متخمره وجاهزه. والم كده عشان تبقى كلها شكل واحد. شفت اخر حته؟ زي الفل، زي اول حته. واجيب اطراف ايدي كده لممها كده. مش هتخش الفرن يا غالي لسه. طيب خليها زي ما هي كده. بالشكل ده كده اعلم عليها باطراف ايدي كده واسيبها تتخمر شويه. قد ايه يا شيف؟ تقريبا 10 دقايق. تخميرة العشر دقايق دي بحط التوبنج بتاعي اللي جاهز عندنا وابدأ احط الحشوة بتاعتي زي انا عايزها، بالفراخ او باللحمة او بالسمك ايا كان، ولكن اذا بالفراخ يبقى زي ما انا عملت من شوية. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل التركية الاخيرة لعمل بيتزا محشية الاطراف جبنة والتوبنج بتاعنا او الحشوة بتاعتنا فراخ. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. معانا صدر الفرخه شكله لطيف وجميل زي ما هو كده اهو. شفت بقى التحميره دي مهمه. مسكت الفراخ سويتها طبعا، لو طلعت معاك بالشكل ده حلو. مخرجنا بيستعجلنا بيقول لي عايز اشوف الفراخ اهو. خدت اللون، خدت الطعم، الشرايح دي مطلوبه. عادي نحطها سخنه بارده مفيش مشكله. الله عليك، بقيت تاكل كده مش محتاجه حشوه خالص. خلي بالك زي ما هي كده خليها. خلي بالك معانا التوبنج بتاعنا، بناخد من الصلصه الحلوه دي كده اهو. انا من الناس لما باكل بيتزا ما بحبش الحشوه كتيره اللي هي الطماطم، قليله جدا عشان استطعم البيتزا، انما لو كلها طماطم ما بستطعمهاش. خلي بالك بيتزا بالدجاج الاطراف محشيه جبنه، تعمليها لاولادك بدل ما تشتريها من بره. حلو، دول كفايه قوي. خليني ايه زيكم كده. حلو، معانا يا عم الشيف. ركزي بقى هنا، فلفل، بصل، طماطم، اللي انت حباه. البعض عايزها بالفراخ بس حسب الرغبه. السكينه بتاعتنا معانا من الفلفل الاخضر ده. حلو، برص الفلفل كده. معانا بصل،
اسئله كتير لغايه دلوقتي على السوشيال ميديا. شيف مغازي عايز اكل بيتزا بالفراخ من ايدك، فراخ عندي تركايه، ايه اللي انت عملته جديد النهارده؟ الفراخ اتحمرت بشكل لطيف وجميل، شفناها مع بعض. بعد ما اتحمرت خدنا البهريز اللي نزل منها حطيناه على صوص الطماطم، عشان كده صوص الطماطم اللي موجود مع البيتزا دي طبعا مش هتلاقيه غير عندك انت وبس. فلفل احمر اهو، الاولاد بيحبوا عليها فلفل احمر اهو. احط الفلفل الاحمر الشرايح دي كده اهو. سؤال جالنا على السوشيال ميديا، شيف مغازي الجبنه بتجلد قبل ما البيتزا تستوي وتلاقي الجبنه احمرت، اجي اكل البيتزا وتطلع من الفرن بتلاقي الجبنه ناشفه. اولا بتبقى نوعيه الجبنه مش لطيفه، خلي بالك معانا زيتونه اهوت. ايه رايك في الصوره دي يا فاروق؟ انا عارف انك بتحب الالوان. حبيبي مش معايا يا شباب. حاضر لغيني. اه ماشي زعق، اديني كده اديني حنيه. خلاص ضمننا تسويه الفراخ، انا ما عنديش اي مشكله خلي بالك. اه عايز نحط مشروم نحط حسب الرغبه. اه الله عليك. درجه حراره الفرن عندي 180، لسه ما خلصتش، نصبر على رزقك يا عم الشيف. حلو. او عندي شويه زيت شويه زعتر، ركزي في التركية اللي جامده دي هتعجبك قوي على فكره. اه عندي جبنه موزاريلا باخدها بحطها. نزود الجبنه شويه كمان، ده اختياري برضو، انا بحب الجبنه زياده على وش البيتزا. حلو. بجيب شويه زيت زيتون وشويه زعتر. التركيه دي نعملها مع بعض، دي مهمه جدا على فكره. هتعمل ايه يا عم الشيف في الطبق ده كده؟ ده المطبخ، وادي زيت الزيت، وادي الزعتر بتاعنا. طبعا مستحيل محل بيتزا يعمل لك اللي انا بعمله ده خالص. سنه بابريكا ونقلب دول كده، شفت الجو ده كده؟ زعتر وبابريكا. آه. زعتر وبابريكا. حلو؟ بالفرشايه بتاعتنا. شفت الجو ده كده؟ اهو ده. خلاص، اوعي تجيبي بيض ولا سيره للبيض هنا ازعل منك. تقولي لي صفار بيضه وبياض بيضه والجو اللي احنا عارفينه ده خالص. ملوش مكان بينا، الزفاره على طول هنا. هتركب البيض. اه. اللي انا بعمله ده مهم جدا. اه. هو ده. ولا هتلاقي الجبنه الموزاريلا جوه محشيه ايه؟ زعتر. البيتزا بالشكل ده يا عم الشيف سهله وبسيطه، احنا فاكرين الموضوع صعب اهو، ولا هتلاقيها في محل بالشكل ده ولا بالتكنيك ده. اللي جاي متاخره وبتفتح التلفزيون دلوقتي، المغازي حمر اطراف البيتزا ازاي؟ زعتر وبابريكا وزيت. حلو قوي. زي ما هي كده اهي. درجة حرارة الفرن عندي 180، درجة حرارة الفرن عندي 180. في حاجتين مهمين جدا، يا اما ان انا اسيبها بره كده لمدة 10 دقايق قبل ما ادخلها الفرن، هتطلع معاكي نفشة وزي الفل وعجينة هشة، يا اما ادخلها الفرن دلوقتي واخلي الفرن على درجة حرارة 150 او 140 تاخد سواها العادي. فالاختيار ليك. اه الفرن اهوت، مكانها فين دي بقى؟ حد يقول لي بقى، حد يقول لا خالص، لا 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 لا، احمر مين؟ وتستوي ازاي؟ اه ادي عجينه البيتزا في المكان ده في ارضيه الفرن. ايه الصوره الحلوه دي؟ والصوره من داخل الفرن بتتكلم مصر. بيتزا اطراف محشيه جبنه بالدجاج. نفتح الفرن؟ افتح يا سمسم، هو ده. لا 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 لا، طلعها من الفرن؟ قول لي. اه اه حاضر. اللهم صل على النبي. دجاج مستوي، جبنه ساحت، كل حاجه حلوه ممكن تدور عليها تلاقيها هنا. حلو قوي. طبق السلطه بتاعي اللي هعمله دلوقتي
سلطه بتناسب الطبق بتاعي. ناكل بيتزا، بناكل فراخ في بعض المطاعم المشهوره، بنلاقي في تلاجه السلطه انواع من السلطه كتير، منها سلطه الفاصوليا الحمراء،